الفقرة الأولى من المواجهة المباشرة هي فقرة أنت متهم. الجديد سؤالي الأول، طب أنت متهم بأنك مش ابن بار للنادي الأهلي، لأنك تنتقد وانتقادك متكرر للأهلي في مبادئه تحديدا. حاشا لله. صعب قوي مقولة أن أنا مش ابن بار، بالعكس أنا بشوف أن أنا ابن بار جدا للنادي، وانا عمري ما انتقدت مبادئ النادي ولا عمري هاجمت النادي من لحظه خروجي لحد اللحظه اللي انا قاعد معاك فيها. انا كل القضايا اللي كانت اللي بتسئلها، مش انا اللي باخد المبادره يعني في الكلام، كلها قضايا عامه بيتكلم فيها معظم الاعلاميين ومئات الضيوف، وانا في الاخر باجي بتسال وبرد على السؤال. ما يبقاش جاي لو انا عندي نيه الهجوم هستنى. انا خارج من الاهلي بقالي 4 سنين ودي الخمسه، كنت هتكلم في عز الازمات او اقدم مبررات في عز الهجوم، انما مش دلوقتي. انما انا شخص عامه لو اختلفت مع حد ما يبقاش عندي خصومه معاه. انا ممكن اختلف معاك بس ما ابقاش ضدك، بس انا عندي خصومه مع حاجات تانية. عندي خصومه مع الجهل، عندي خصومه مع تبدل المواقف، عندي خصومه مع التدليس. فلما ما يتقال حاجه بحس ان مسؤوليه مننا كناس بنكلم الجمهور ان انت لازم تتكلم بما يرضي ضميرك وقناعاتك، مش تقول الكلام اللي هيعجب الناس بس. ودي زي ما انت قلت في اول الحلقه، انا قبل كده كنت بحس انها غريبه ان انا متهم، بس هي دي ضريبه دايما ان انت لو عايز يعني تحترم قناعاتك وتحترم الناس وتبقى واضح وصادق معاهم، هي دي ضريبه الوقوف ضد التيار. يعني انتقادك كان قوي وعنيف للاهلي تحديدا في جزئيه المبادئ فيما يتعلق بانضمام امام عاشور. لا انا قلت رايي، لا اقول لك على حاجه، انا ما قلتش رايي. انا قلت مجموعه من الحقائق اللي قالوا رايهم الضيوف. انا كنت بعلق على كلام الضيوف، ما علقتش على اي مسؤول اتكلم في النادي الاهلي. عمري ثلاثه ما اتكلمت عليه ولا علقت على تصريحاته حتى لو كانت بخصوصي، ما اتكلمتش في حاجه. انا كنت بعلق على كلام الضيوف اللي بيقولوه على مدار سنين طويله، فبقول حتى ما قلتش رايي. انا اللي انا قلته سردت مجموعه من الحقائق. لما قلت رمضان ما عملش ما عملش ما عملش، دي كانت حقائق ما بقولش رايي. لما قلت حصل من لعيبه يعني احداث حصل كذا وكذا وكذا، دي حقائق. مش معنى ان هي ما بتتقالش عشان هي ضد المزاج العام معناها ان انا بهاجم. لا انا بقول حاجات حصلت، في ناس بتختار ان هي ما تقولهاش لاسباب ما او اسباب تخصهم، وفي ناس بس انا ما عنديش. هما ليه كانت رد الفعل القويه من جمهور النادي الاهلي من اعضاء مجلس اداره في النادي الاهلي زي الاستاذ محمد الضماطي مثلا؟ قال لك انه الاهلي كتب بوست قال لك ان الاهلي ممكن يتقبل واحد يدخل النادي الاهلي ما ترباش على تقاليده على مبادئه، لكنه يلفظ اللي تربى على مبادئه على تقاليده. لو انت ما قلتش وما هاجمتش مبادئ الاهلي ما كانش اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي او عضو مجلس اداره النادي الاهلي وبعض من جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا. فهمتك. طيب بص، انا مبدئيا كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي يعني علاقتي بيهم كلها احترام، عمري ما دخلت في نقاش مع حد، وما كنتش احب انك تسالني السؤال ده، انا ما كنتش احب اعلق رغم ان هي كتبت بعد ظهوري، انا قريتها على فكره. ولو انا عايز اهاجم او عايز اعلق انا ما بحرجكش. لا لا خالص خالص خالص، انا بناقشك مش بحرجك. ما انا فاهم، فانا هرد عليك في اطار المناقشه، وانا هرد يعني على الكلام اللي انت قلته، بس انا شايف ان الجمله دي ما ينفعش تبقى ليها علاقه بمبادئ الاهلي او دستور الاهلي عامه. يعني ممكن تكون بتمثل استاذ محمد الضماطي نفسه او كل من يرى ان المقوله دي صحيحه، انما هي مقوله انا شايفها لا تناسب دستور الاهلي اطلاقا. اللي هي لان هي فيها اللي هي ايه؟ انهي جمله؟ اللي هي المقوله اللي انت لسه قايلها، اللي هي باب الاهلي مفتوح لكل من لم يتربى على قيمه ومبادئه طالما قدم الاعتذار المطلوب. مظبوط. ومغلق امام من تربى على قيمه ومبادئه. ايوه. واخترت طريق اخر. انت حافظها طبعا. يعني انا ما فاجئتكش. لا ما فاجئتنيش، بس انا ما كنتش احب انك تسالني، لان انا مش عايز اعلق فتعليقي يتفهم ان هو هجوم، بس هو لو درائي. لو مش عايز اعتبر السؤال عديته، ولكن انا بناقشك ليه في ده؟ لانه الجمهور اللي قاعد بيتفرج دلوقتي هيقول انت قلت في الحلقه مع ابراهيم ان انت ما هاجمتش مبادئ النادي الاهلي،
طبعا. وبطبيعه الحال طالما انا مذاكر للحلقه كويس فبطبيعه الحال بقول لك لا خد بالك ده عضو مجلس اداره النادي الاهلي انتقدك في كذا لانك اتكلمت في المبادئ، انما لو مش عايز تجاوب فانا احترم ده واعتبر ان انت مش عايز تجاوب. لا انا مش فكره مش عايز اجاوب، مش عايز تجاوب عشان ما تخشش منطقه الغام، انا ما عنديش مشكله. لا لا خالص مش قصه منطقه الغام، بس قصه ان انا ما بحبش ان حاجه تتقال وتتحط كانها تتاخد كقيمه ثابته وهي ممكن تبقى مضره للنادي بعد كده على المدى البعيد، لان هي هتفتح مجموعه من التساؤلات اللي مش هيبقى ليها ردود. المقوله لما تبقى تخص بيتي اللي انا اتربيت فيه احب انها تبقى مقوله ثابته، يعني لما تقول الاهلي فوق الجميع محدش يقدر يتكلم، محدش يقدر يقول حاجه، دي مقوله هتطبع عبر الاجيال. انما المقوله دي اعتقد ان هي تم ابتكارها لتبرير موقف معين، لان لو انت حاولت تطبق المقوله دي في مواقف كتير هتقول مثلا يعني انت بتحط تمن للغلط في النادي الاهلي، ودي حاجه انا كابن من ابناء الاهلي ما احبهاش طالما قدم الاعتذار المطلوب. طب ايه هي معايير الاعتذار المطلوب؟ هل الطرف اللي تم التجاوز في حقه هو المفروض يقبل الاعتذار، ولا اي حد مسؤول بيمثل النادي؟ ودي ساعتها مش هتبقى عادله، لان انا ممكن النهارده موجود بكره مش موجود. الحاجه اللي بعديها، هل الحاجه الفنيه او الحاجه الاداريه ليها علاقه بمعايير الاعتذار ده؟ بمعنى لو انا محتاج الشخص ده ايا كان موقعه في النادي هتقبل اي اعتذار وخلاص حتى لو كان اي حاجه، ولو انا مش محتاجه هفرض عليه كم من العراقيل في الاعتذار ومش قابله؟ لان في ناس يعني خليني اقول لك مثلا لو في اي تجاوزات حصلت من رموز لنادي الزمالك وقدموا الاعتذار المطلوب هل ممكن يخشوا النادي الاهلي؟ لاعبين دخلوا في خصومه مع جمهور النادي الاهلي هل هيتقبل اعتذارهم؟ وبعدين الجزء الثاني منها، حاسس ان هو لو كان قال مثلا ان ومغلق امام كل من اخطا في حق النادي الاهلي من ولاده ساعتها كانت تبقى منطقيه، انما اختار طريق اخر يعني لمجرد ان انا مثلا قضيت مرحله في النادي ومشيت، هل معنى كده ان يعني حاسس ان فيها عنصريه قوي، فيها قسوه، فشايف ان هي مقوله مش عنصريه، هي فيها قسوه، ممكن يكون فيها قسوه انها مش عنصريه، انت شايفها قسوه لكنها مش عنصريه. لا لان في الاخر يعني مغلق امام اي حد لمجرد ان هو مشي واختار طريق تاني مش منطقيه خالص. بس فحس ان هي يعني تم ابتكارها بس لموقف معين. انت ابن بار للنادي الاهلي؟ طبعا